السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة غادة الإسلام، دكتورة واستشارية الأمراض الجلدية في مستشفى الحدود المنصور التعليمي في القاهرة. حلقة النهاردة أحب أكلمكم فيها عن الحصان الأسود في عيادات الجلدية، وهو جهاز الفراكشنال ليزر. إيه هو الفراكشنال ليزر؟ هو جهاز ليزر، طبعا إحنا عارفين إن الليزر ده طول موجي ثابت من الضوء، بنستخدمه في حاجات كتيرة جدا في الأمراض الجلدية في التجميل. زي ايه؟ اولا هو بيشتغل بان بيبقى فيه غاز الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون هو اللي موجود في الجهاز، وده البنتريشن او الاختراق بتاعه بيبقى كبير، فالطول الموجي بتاعه عالي. طيب ايه فايده الموضوع ده؟ هو بيدخل على الجلد ينشف الميه اللي موجوده فيه، فيعمل زي حرق في الاماكن اللي احنا في الليفل او المستوى اللي احنا عايزين نعمل فيه الشغل، فيخلي الجلد يتغير يجدد نفسه عشان يطلع لنا جلد جديد. طب ده اهميته ايه بالنسبه لنا؟ حاجات كتيرة جدا نشتغل بيه عشان آثار حب الشباب، الندبات بتاعت حب الشباب والتصبغات بتاعت حب الشباب، بنشتغل بيه عشان التجاعيد الغير حركية اللي هي ملهاش علاقة بحركة العضلات، يعني التجاعيد الثابتة بيقلل شكلها وبيحسن منظرها، بنشتغل بيه عشان المسام الواسعة في البشرة، نشتغل بيه كمان عشان لو مثلا في آثار عمليات جراحية، بنشتغل بيه برضو عشان الناس اللي بيبقى عندها تمددات في الجلد اللي هي الستريتش ماركس اللي بتبقى نتيجة يا أما زيادة أو نقص في الوزن أو بعد عمليات جراحية أو بعد ولادة أو حاجات زي كده. الكلام ده كله بيجيب نتيجة كويسة جدا لأنه هو بيساعد على بناء ألياف الكولاجين جلسة ورا جلسة. يبقى هو بيشتغل على أنه يشيل المية خالص، فيبتدي الجلد يجدد نفسه لما يحصل له ديسيكيشن أو جفاف، يبتدي يجدد نفسه، يبقى زي حرق كده، يبتدي يجدد نفسه فيصلح العيوب اللي فيه. بنستخدمه برضو الهيد الجراحية بتاعته عشان نشيل بيه الزوايد الجلدية، نشيل بيه الصمت، نشيل بيه الأورام الجلدية، فهو فعلا الحصان الأسود بتاع عيادات الجلدية. وده عشان أوضح لكم بس إيه يعني أهمية جهاز الفراكشنال ليزر في أي عيادة جلدية. وإن شاء الله رب العالمين إحنا عملنا حلقة قبل كده عن واحدة من استخداماته هي أثر حب الشباب، هنعمل لكم برضو حلقات تانية عشان نوريكم أثر علاج التجاعيد مع الفراكشنال ليزر. وإن شاء الله إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، لكم مني أطيب المنى.